نقطة بس أخيرة كنت عايز استفسر من حضرتك عنها، وهي برنامج الترصد الروتيني، عايزين نفهم عنه أكتر وعدد المستشفيات كمان المطبق فيه هذا النظام. حضرتك الترصد دي ظاهرة موجودة وقائيا في مصر، مش بس للكورونا ولا متحولات الكورونا. طب هقول لك حاجة تانية حضرتك، زمان كان في حاجة اسمها انفلونزا الطيور. احنا عندنا في مصر بيجينا طيور مهاجرة بتيجي من جنوب شرق آسيا وتروح على أوروبا وتعدي على مصر كلها وتروح أفريقيا وترجع تاني. طبعا مش هم بتوع السنة اللي فاتت، هم لكن هي عارفة السكة بتاعتها. الطيور دي ساعات بتنزل مصر وفي ناس بتروح تصطاد هذه الطيور. الترصد الوبائي المصري بيرصد هذه الطيور وبناخد عينات منها ونشوف أنواع الفيروسات. كل القادمين لمصر من مختلف الأماكن والبلاد اللي فيها أوبئة أو الناس اللي الإخوة اللي بيلجأوا لمصر بنفحصهم للأمراض ونتأكد رصد وبائي، بنتأكد في أمراض ولا ما فيش، في فيروسات وفي متابعة. فالترصد البيئي والوبائي ده شيء موجود جدا وروتين، طبعا ما بيعلنش عنه كتير لأن دي طبيعة العمل بتاع الصحة والبيئة. إنما لما تحصل ظروف معينة بنقول آه والله إحنا بنعمل ترصد بيئي، بنعمل ترصد للفيروسات، بنعمل حاجة ترصد ناقلات الحشرات. يعني في نوع انواع من الناموس بتنقل الحشرات، بنعمل له ترصد. الحمد لله مصر حاليا ما فيهاش مرض الملاريا، لكن هذا المرض موجود في بلاد اخرى حوالينا، فاحنا بنعمل ترصد لناقلات الامراض حتى لا ينتشر في مصر. والامراض الاخرى اللي في الحيوانات، ما ممكن في امراض مشتركه بين الانسان والحيوان او الطيور والانسان. فعشان كده هذا الترصد حقيقي وبيتعمل وبيعلن عنه وله خريطة دورية وعينات عشوائية بتكتشف هل في تغير في الفيروسات ولا لا، تغير في البكتيريا ولا لا، تغير في الأمراض ولا لا. يعني أنا عايز حضرتك يا أستاذ الشاذلي وحضرتك يا أستاذة بسان تطمئن إن شاء الله إن يعني الشغل ماشي والناس متنبهة لهذا، وإن شاء الله كل ده يساهم في حماية مصر والمصريين من أي مخاطر بإذن الله.